اعذرني ليلي لا يسمع النداء مصنوع من فخار منزلي في أعالي الجبال وساعي البريد حافي القدمين طريق رسالتي شائك النسيم هزيل والهم سثقيل والحروف مثقلة اعذرني ضاعت كل الطرق وحتى المؤدية إليك بوابات عبور وبطاقات رسمها الدستور وشهادة ميلاد وحسن سلوك واحترافات من أحد الملوك أنا التائه بين أحبتي أعدوا لي وطنا بحدوديتهم لا بحدود حنيني وهناك وضعوا لي وطنا بقيودهم لا بتكوينه همست في ذاتي وبت أخط الحروف وأبحث عن أماكن بائسة فكل أحبتي رحلوا تأثروا تناثروا تناسوا وأنا أنا من يبحث عن عنوان كي أرسل أشواقي وأصنع من عجزي فكرة حلم التلاقي أنا التائه بلا وطن من أضناه الآه وكبر المحن أنا العربي السوري الراحل بلا حلم الأرض بلا سماء الصحراء بلا ماء الطفل بلا صوت بكاء أنا المريض بلا دواء المرتعش بردا بلا رداء أنا القتيل بعبوة ضميرك أنا المشهد المثير للشفقة أما أنت على أعتابك ماتت كل الكلمات
بقلم 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 هيثم حسن السطور.